www.shamfm.fm. مساء الخير من شام اف ام. النجم الذي سرق قلوب السوريين والعرب. نصيف زيتون. الثلاثاء التاسع مساء على شام اف ام. شو نصيف؟ عم يقولوا عنك حرامي، سرقت قلوب ومدري شو عملت. لا انا لا سرقت. مضبوط الحكي؟ لا اكيد. مساء الخير اول شيء. اكيد مستمعي ومتابعي شام اف ام، مساء الخير. مساء الخير. واشتقنا كثير يا حبايب من شبروكا سوا، مهما يصير يا حبايب تبقى قلوبنا سوا. هو صوت قوي ومميز وحضور آسر وأخاذ. خفة روحه وتواضعه وطيبته أطفوا عليه سحرا غريبا جذب إليها الكثير من المعجبين في جميع أرجاء العالم. من إحدى ضواحي دمشق جديدة عرطوز حيث يسكن ويعيش، انطلق مغادرا من بلده سوريا منذ 4 أشهر تقريبا ليشترك في أحد برامج صناعة النجوم. ذهب حاملا معه عوده وموهبته التي ظهرت عنده منذ صغره، مشحونا برغبة قوية لتحقيق إنجاز يبدأ به طريقه الذي اختاره بإرادته، متحديا الصعاب التي واجهته. ومنذ بضعة أيام عاد إلى بلده الذي احتضنه وشجعه حاملا لقب النجومية، هذا اللقب الذي فتح أبواب النجاح للعديد من الفائزين به. نصيف زيتون، أهلا وسهلا فيك بشام اف ام، والحمد لله على السلامة ومبروك فوزك باللقب. أهلا فيك، الله يسلمك والله يخليك وشكرا. كيف أمورك؟ تمام؟ نشكر الله منيح. شرفت الحمد لله. الله تشرف. أنا مستمعينا رح نكون معكم وعلى الهواء مباشرة بلقاء خاص مع نجم برنامج ستار أكاديمي نصيف زيتون. معكم نوراء الميكروفون ميشيل جبلي وبالإخراج الإذاعي باسل. مستمعي ومتابعي شام اف ام في كافة ارجاء العالم، بامكانكم التواصل معنا عبر الاتصال او بارسال رسالة اس ام اس من اي موبايل داخل سوريا على الرقم 1923، وبامكانكم كمان ارسال تعليقاتكم ومشاركاتكم او اسئلتكم على موقعنا الالكتروني shamfm.fm. نصيف زيتون. ضيف شام اف ام على الهواء مباشرة. والعصفور يترغل ويترجم شباب، وشق الفجر ينغمنا عوتار تبديل. نصيف، قبل ما نبلش بلقائنا ونطرح عليك اي سؤال، انا حابب اجاوب على سؤال انطرح علينا بشام اف ام الاف المرات. عم يسألونا انه شوفي ليش انتو يا شام اف ام، انتو اللي بالعادة ما بتدعموا مشاركين بمسابقات غنائية على القنوات العربية، علما انه في كتير سوريين طلعوا قبل وهلأ عم يطلعوا بكتير برامج من هالنوع وعلى اكثر من محطة، لكن ما دعمتوهن. هيك عم يتوجهنا سؤال، فليش انه نصيف زيتون تحديدا؟ هلأ بصراحة في ناس صار تسأل يعني بيقربكن، او في ناس قالوا بيقرب مديركن شيء، بصراحة أقول لك يعني فعلا بيقرب حدا من أصحاب الإذاعة يعني، وحتى في ناس صارت تقول أنه يعني إلكن حصة بالطبخة، لأنه عقد ما عملنا هالحملة هي اللي سبقت فوزك باللقب. ما بتتخيل نصيف كمية الأسئلة اللي انطرحت علينا بهالخصوص. هلأ شام اف ام حريصة على الإجابة عن هالاستفسارات، وبداية نحن لازم نوضح أنه ما كنا نعرفك من قبل نصيف. أكيد أكيد. أنتوا يعني كتر خيركم اللي عملتوا هيك. تسلم. منيتنا على حالنا. أكيد
مش عم بعرف رد عليك صدق حبيبي. نحن عم نوضح شغلي للمستمعين انه فعلا كتير انطرحت علينا. نحن ما بنعرفك وانت ما بتقربنا طبعا، غير انه انت ونحن سوريين يعني، وهذا هي اهم شكل من اشكال القرابة بتصور. هلا الجواب الاساسي على هالنقطة اللي كنا عم نقوله للعالم وهلا حنعيده ونقوله على الهواء، انه نحن فعلا هي اول مرة بنعملها، وهون السر بالموضوع. السر هو بالشخص. هي أول مرة بنستنفر كل وسائلنا من محطة أرضية وقناة فضائية وموقع إلكتروني لندعم ونشجع شخص معين هو نصيف زيتون. رح أقول لك ليش بصراحة. مثل ما قلت لك نحن ما لنا فضل ولا منية نصيف، بس لأنه أنت غير الموهبة الموجودة عندك وغير الكاريزما اللي بتتمتع فيها والتصويت الكبير اللي حصلت عليه، أنت نصيف بتشبه الخط اللي نحن بندعمه بشام إف إم، اللي هو الفن الجميل والبعيد عن الابتذال. وأنت عطيت صورة عن الشاب السوري اللي نحن بنفضله. بنتمنى أن تكون موجودة عند كل الشباب السوريين، اللي هي صورة الشاب صاحب الأخلاق العالية. نحن هيك نشوف الشاب السوري بأخلاقه وبتصرفاته. نصيف نحن تابعناك على مدار 24 ساعة وما شفنا منك أي تصرف أو موقف بخجلنا كسوريين، ونحن لهذا السبب دعمناك، بالإضافة لنوعية الفن الجميل والمستوى العالي اللي قدمته. هذا الفن هو هدفنا وهو رسالتنا، هو الفن اللي بيشبه شام اف ام. مشان هيك نصيف نحن بنقول لك هلا، طبعا نحن كلنا متفقين انه راس سوريا مرفوع برجالاتها وبشعبها، بس بكل بساطه بنقول لك نصيف انت بيضت لنا وشنا، فشكرا لك. الله يخليك. صدقني ما راح اعرف رد عليك، وصدقني خجلتوني يعني، انا عم تعطوني اكثر ما انا بستاهل. انت بتستحق نصيف، بتستحق اكثر، ويعطيك الف عافيه والف مبروك مره ثانيه. الله يبارك بعمرك. www.shamfm.fm نصيف. هلا انا في قدامي نموذجين من الاسئله، واحد منهم تبع انه هاي وباي وحابين نسلم عليك ونحن بنحبك وقل لي اسمي. صحيح قل لي اسمي. قل لك اسمك. المهم في نموذج ثاني من الاسئله يلي بتخاطب العقل والمنطق. انت شو بتختار؟ لا اللي بدك يا انت. نحن تحت هلا ادارتك. لا لا خطنا نحن بشام اف ام نصيف هو الاسئله اللي بتخاطب العقل والمنطق. يا اهلا وسهلا. جاهز؟ جاهز. بلشنا. يا اهلا. بداية نصيف، شو رأيك بفكرة صناعة النجم بفترة قصيرة؟ يعني هل هذا الشيء ممكن فعليا، اللي هي تقريبا 3 أو 4 شهور؟ يعني ممكن فعليا، يعني اذا بدك تسميني نجم ممكن، اذا ما بدك تسميني الكل عم يعني انا مش عم بعمل لا كبرى لحالي ولا، بس اكيد ممكن، لانه يعني ليك ستار اكاديمي يعني عمل، مو عملني انا، بالعكس عمل 21 شاب كانوا معي. بتخيل انه كلهم نجوم وكلهم ان شاء الله يا رب بيوصلوا. حسب البروجرام انا بلاقي، لانه بروجرام مثل ستار اكاديمي بروجرام هو عباره عن بروجرام شامل، يعني اللي راح يطلعوا منه سواء ان كانوا راح يدخلوا مجال الموسيقى او التمثيل او الرقص او الهي، بتخيل بمرحلة من المراحل هن نجوم. لكن نصيف من المعروف انه سابقا كان الواحد يتعب على حاله يكون عنده رصيد غنائي او موسيقي او فني معين لحتى يصير نجم، لكن عم نلاحظ هلا انه انقلبت الآية، يعني صار عندنا مواهب بتصير نجوم وبعدين بتبلش تبني رصيد لها. يعني سبحان الله. انت مع ولا ضد الفكرة؟ يعني انا رصيدي الغنائي هلا صفر. بس انت نجم. يعني انا مش عارف عم بقول لك انه كان بدي اقول لك انه شايفني نجم، مو لانه مشان تناديلي تصير تناديلي نجم، لا، بس انا رصيدي الغنائي صفر وانا انسان اعتبر معروف هلا يعني، بس اكيد رصيدك بقلوب المعجبين كبير. يا ريت ان شاء الله يا رب. اكيد انا باكد لك اياها. نصيف بس ما عرفت اجاوب على سؤالك. لا الله يسامحك. نحن ما لنا بامتحان نصيف. يعني هي محبه الناس. لا هي محبه الناس اكبر رصيد. اكيد. ان شاء الله رصيد الغناء بيجي لي بعدين ان شاء الله، هذا مع العمل ومع الشغل ومع الاستمراريه، بس هو احلى رصيد محبه العالم اكيد. نصيف انت كنت متوقع انك تحصل على هالنجوميه؟
صدقني وحياة الرب صرت قايله ومجاوبه هذا السؤال أكثر مرة، ولا مرة خطر على بالي إنه يصير هيك، ولا مرة فكرت، ولا مرة. نحن سمعنا منك هذا الجواب بس ما سمعنا كفاية السؤال. طب لك ليش اشتركت بالبرنامج؟ اشتركت بالبروجرام. إذا ما لك متوقع أن تكون نجم، يفترض أي حدا اشترك بهيك برنامج هدفه النجومية. طبعا، بس أنا يعني صارت روح يعني روحتي على البروجرام كلها بمحض الصدفة، وحسيتها هيك جتني بالسوري اللي مشرمح يخبط يعني. خبط لزق. خبط لزق هيك، والحمد لله استغليت الفرصة وسعيت عليها واشتغلت. بس للحظة إصدار النتيجة أنا كنت دائما يعني أنا بيعرفوا الأكيب اللي معنا والعالم اللي بالباكستيج بيعرفوا إنه أنا كثير حاب أطلع ستار أكاديمي، كثير حابب. ووصلت لمرحلة يعني بآخر ثلاثة إحنا واقفين يعني كان هيك بعز علي إنه بدي أزعل ويمكن وانبسط إنه أربح، بس لآخر لحظة ما بعرف في شعور من جواتي كان يقول لي أنت مو ستار ما راح تزبط.